بس احنا بنواجههم في شغلنا. يا جماعه السلام عليكم. المجموعه عامله دوشه يا رشا، لو في نقاش عامل دوشه يعني هنا قط ماشي. الانسيدنتال فايندينجز ان كارديك ام ار، هو احنا بنعمل كارديك ام ار بنشوف الهارت ده كل المحاضرات، بس في حاجات تانية بنشوفها جنب الهارت ممكن تفرق معانا ممكن ما تفرقش. هو الكلام ده يطبق على الام ار يطبق على السي تي، يعني انا في السي تي الكلام ده منتشر كده، وممكن يجي سؤال الناس لسه في اللائحه قديمه. ماشي. ايه اللي احنا ما بنشوفوش؟ احنا ممكن يبقى عندك ليجن في السكوت انت ما تشوفوش، في الغالب مش هتعلق على الاورطه، الانسانه اللي جنوز زي ما قلنا، لو في لانج نجول يبقى مست منك. في اكتر من حاله بتيجي تعمل عندنا مثلا سي تي كورونري ونلاقي في الاخر ان كان فيها ميكس ودخلت، يعني بتفرق. في حالات في بريست ميس ممكن ما تشوفهاش، شست وول بون ممكن يبقى فيه انفكشن في البون يبقى بون ميكس، دي بتفرق في العيانين انا هعمل لهم ايه في المانجمنت بتاعهم. في الابدومين في ساعات يبقى في عندك ليجن في الليفر او في الكدني وما تعلقش عليه، ويبقى ده هيفرق معانا بعد كده، او ممكن ما يفرقش خالص وتبقى انسيدنتال. يعني احنا بنقسم الانسيدنتال فايندنج لحاجات مش مهمه خالص ممكن ما تقولهاش، وفي حاجات مهمه بس مش هتفرق معاك في الدياجنوز بتاع الهارت. يعني لو لقيت لينا سنتر سنوما وانت بتشخص هارت مش مشكله، لكن في حاجات هتفرق معاك زي ما قلنا، لو لقينا ليمف نود وانا شاكه ان ده كارديومايوباسي ليمف نود مع تخليك تدخلي في ان ده ساركيدوز. في حاجات معينه البلور فيوجن مع بعض الديزيز مع الايزيروفيه مع يعني في كذا حاجه تمشيك، فممكن سيجنيفيكانت تبقى سيجنيفيكانت بس ما تاثرش على الدايجنوزس، ممكن تبقى سيجنيفيكانت بس هتساعدك في الدايجنوزس بتاع التارجت. ماشي. حاجه زي كده احنا دايما مست من السكاوت، احنا بندخل على طول ندور على الرايت بلاد والبلاك بلاد والليت جادولينيوم، ده المست يعني اللي بيشتغل عادي. السكاوت هنا مبين في رينال ماس، دي هتفرق مع العيان، هتقعد انت بقى تديله علاج للكارديومايوباسي او للاسكيميا وهو بيعمل ديزاستر بلان. وبعدين لينا المسج دي يا جماعه احيانا بتبقى هي سبب الهايبر تنشن، يبقى عيان اساسا عنده هايبر تنشن ان اكسبليند وجايلك، فتبص نبص على الستاف مش هنخسر حاجه. حاجه زي كده سيجنفكت بس نوت افكت باي لاترال بلور فيوجن، احنا عندنا مشكله في الكارديك بس ما ناس كتير يعني الحاجات دي بتفوتني لانها سيجنفكت ويل بي ادد تو ذا دايجنوزس. ماشي. هنا عندنا في اللنج فيها نودرال اوباستيز، والابكس هنا في الريجولر لما عمل في ابيكال ماس، دي في الاخر طلعت تي بي. اوكي. التي بي ممكن ياثر معاك في التريتمنت، هتغير تزود التريتمنت بتاعه. طيب هنا دي سيجنيفيكانت لكن وريليتد للفاينل دايجنوز، الحاله دي كانت هيموكروماتوز واحنا عندنا برا نيوبلاستيك ايه؟ سمع العليه الاسهم دي برا نيوبلاستيك برا سباينال برا سباينال برا نيوبلاستيك كروماتوبيسيس مع حاجه، والحلقه اسمها هيموكروماتوزس انيميا، فدي ماشيه مع الدايجنوز بتاعك انت اساسا هيموكروماتوزس جالك متشخص، بس ما يعني حاجه زي كده ما تفوتهاش، يعني دي هتلاقيها موجوده عندك في السكاوت موجوده عندك في صور الاجزيه العاديه، فتبقى تكتبها في الريبورت. القصد ان انت الريبورتات دي بترجع تاني، يعني يبقى دكتور بيشوف حاجه زي كده ويقول لك ما علقوش. طيب نقعد بقى نجيب شويه كيس سيناريو ونسالكم. دي 45 سنه في ميل ومعاها ابيجاستريك بين، ده الايمجز العاديه بتاعت الهارت شايفين هنا ايه؟ مشهوره جدا. بص دول مش شايفين هنا، يعني انا اقف كده. طب لو انا مش هشوف الشاشه انت اقف في الجنب ده ايه ده؟ ما هو كده هنا مش شايفين. اطلعي بقى استرفعي فوق كده شايفين؟ ماشي خلاص نرجع من الاول كده بسيط يعني. ماشي. طيب ده 47 سنه ميل هايبرتنسيف وفي كارديك ام ار اي ريفيلد هايبرتروفيك ال في وذ بريزيرفد سيستوليك فانكشن. شاطرين شاطرين فيها صوره لينا الباس ومطلعه كده باينه.
شايفين البس اللي هي هنا دي؟ ماشي اهي هنا وهنا فالفكره ان احنا ممكن ده يساعدنا في الدايجنوز ممكن تكون فرقه معينه ماشي 17 سنه ابي ستودنت هايبرتنشن الفكره ان احنا نبص في كل الصور الصور اللي فوق الصور اللي تحت السكاوت نبص في كل حاجه دي الصور اللي هي يعني ايه اللي انت في الغالب هتفوتها وتدخل على طول على الفانكشنال وتعمل بتاع ال في فوليوم والكلام ده وتبص على الجدرين اللي منها اسمت اسكيميك ونون اسكيميك وتنسى خالص تبص على بقيه الصور وبعدين هو زي ما قالوا امبارح هو الاكزامينشن تيلور يعني مش يوجوال ان احنا نعمل ديفيوجن بس هم لما لقوا ليجن قالوا نعمل عليه ديفيوجن طيب دي بقى يا جماعة 65 سنة وهو توباكو يوزر ديفلوب تشيست بين في لونج ماس بتاع ده برونكوجينيك معاها ماس هقول ايه؟ على طول اقول هو انا اقول بقى سيجنال نون برايمري خلاص دي حاجة جميلة ان هو ان الانسيدنتال فايندنج هتساعدك دي نماذج بسيطة طيب 48 سنة وتاكيكارديا الحاله دي طلعت بعد كده لقوا الليجن ده طلع كارسينويد خلاص افتكر دي اخر حاجه شكرا طب احنا عايزين نرجع بقى عشان الجزء الثاني من المحاضره الجزء الثاني كله